يعلن الديوان الملكي ان جلاله السلطان ابراهيم ابن المرحوم سلطان اسكندر سلطان وحاكم ولايه واقليم جوهور دار التعظيم بماليزيا الشقيقه سيصل يوم غد الاحد الموافق السادس والعشرين من الشهر الجاري في زياره الى البلاد تلبيه لدعوه من حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. حيث يجري مباحثات مع جلالته تتناول العلاقات الثنائيه الوطيده بين البلدين الشقيقين، بالاضافه الى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويغتنم الديوان الملكي هذه المناسبه ليرحب بضيف البلاد الكريم والوفد المرافق متمنيا لجلالته طيب الاقامه في مملكه البحرين.